قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني إذا قرأت القرآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وعملت بما فيه كنت مع الملائكة، وإذا تتعتعت في القراءة فلك أجران، فأبشر يا صاحب القرآن.